يا صباح الهنا، امبارح كنا عاملين قالب الرز اللي بالفراخ واكيد فضل شويه بواقي. النهارده عايزه اعمل حاجه وحاجه قويه. طب اعمل ايه؟ قالب رز معمر او قالب خضار، رز بالخضار في الفرن، بايركس رز بالخضار في الفرن، بس بجد بنطلع بافكار حلوه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنجيب الطاسه عشان نجهز فيها. احنا الرز المفروض انه القالب بقى اتلخبط وبقى شكله مختلف، هنزل بيه كده على طول زي ما هو بفراخه وسلطاته وبابا غنوجه زي ما بيقول. عايزين تعملوه في طاجن فخار مفيش مشكله، في بايركس مفيش مشكله. خلاص، وعلى النار هخلط شوية كريمة لباني على شوية لبن ومعاهم حتة زبدة، وبعدين أول ما تسيح الزبدة هنزل على الرز اللي في البايركس، وبعد كده هروح سايبة حتت زبدة على الوش وادخله الفرن ياخد هو مستوي. لا هنحط ملح ولا فلفل ولا اي حاجه لان هو عليه كل حاجه، هو احنا بس بنحط له الكريمه عشان يبقى يعمل زي الرز المعمر، يبقى ملبت شويه كده والزبده تطعمه شويه وتحمر الوش. وبعد كده خلاص هاخد هبتدي اسقي. شايفين زي ما احنا شايفين بسقي كأننا بنعمل رز معمر. هو مش هيحمر وشه قوي زي ما انتم متخيلين ان هو معلهوش طبقه بشاميل، بس هيبقى كريسبي كده. هننزل اهو كده، وممكن اروح عامله ايه، اروح واخده كام حته زبده على الوش كده. بس كده انها تسيح ويروح داخل الفرن على طول هو مستوي. فاحنا كل الموضوع ان احنا محتاجين نسيح الزبده ونقرمش وشه فقط لا غير. وادي طبق تاني جهز، وفكره حلوه وما عندناش اي مشكله ان احنا نستخدم بواقي الاكل في اكله جديده تفرحي بيها اهل بيتك، وفي نفس الوقت تحسسيهم انك انت بتوفري وبتعملي لهم حاجات جديده. يلا نشوف بقيه الايام هنعمل فيها ايه.